أول منظمة أمن دولية هدفت للحفاظ على السلام العالمي، تأسست بعد مؤتمر باريس للسلام الذي أسدل الستار على الحرب العالمية الأولى عام 1919. مقرها جنيف ولغتها الرسمية الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. وصل عدد الدول المنتمية لها إلى 58 دولة. أهدافها منع قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول، الحد من انتشار الأسلحة. تسوية النزاعات الدولية، تحسين أوضاع العمل بالنسبة للعمال، مقاومة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، العناية بالصحة العالمية، العناية بأسرى الحرب، حماية الأقليات العرقية في أوروبا. أثبتت العصبة عجزها عن حل المشكلات الدولية. اندلاع الحرب العالمية الثانية كان دليلا واضحا على فشلها. تم حل العصبة عام 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتشكلت بدلا عنها هيئة الأمم المتحدة. فهل حققت الهيئة ما عجزت عنه العصبة؟